السلام عليكم متابعينا ان شاء الله تكونوا منيحين اليوم حنلعب لعبة جراني شابتر 2 للمرة الرابعة طبعا قبل ما نبلش باللعبة ما تستعملونا لايك شير سبسكرايب خلونا نوصل الفيديو 500 لايك وشاركوا الفيديو لاصدقائكم خلونا نوصل 3000 اقرب وقت ممكن وشكرا على 2750 والله انكم اساطير وشاهدوا الفيديوهات تبعوني كاملا بس ضل لي 200 ساعة وحق الربح في القناة وعمل لايك بلاش بلاش جراند باي يجيك انا ما دخل ماشي ويلا خلونا نبلش هلا بقى نورمال للمرة الرابعة ها لا لا اوكل قتلي كمان فيها وان شاء الله ما ناكلش قتلي بس حاسس شعور كبير نحن ناكل قتله المشكلة انك ختمها هوليكوبتر يعني اصعب اشي ونورمال ختمها مش والله ايزي لو ايزي كان قلت لك ماشي مشيها بس نورمال يعني نورمال طبعا كالعاده قرانبه جاي من هون انزل حبيبي حبيبي جيت أنت في الموعد هاي معنى كلمة لما حظك يبتسم له أنا قاعد قاعد إيش وراي ولا إشي وينهم غريبة وينهم أترى إبلع أمم حلو ليني أروح افتحه ظاهرنا هسه كلها تمام بتمام زيت اللي وطلع وطلعلي فوق هستدرب اللعبه الصح يا الله الو نايت معنا بس هاي الاماكن يعني انا كالبداية صراعة النفس ما انا لعبها والله حلو لا يلاقينا اغراض القارب نفس ما انا لعبها في جراني الهليكوبتر وإن لا ما تطلع نفس الاماكن لانه لما ختمت بجراني الهليكوبتر هلا كيفك نوره طلع كيف شكلها شو بدك انزل بنزلش تحلمي بس انت والصلعة هاي تبعتك ايش انا هنا قاعد قاعد يقراني خلص ها اعمل حالك تعرفش شي كيفك اخبارك شو عملت لايك Yes, yeah. Where are you? La 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 Haddi Hadi Haddi Hajj Haj Haj Haddi. هدي هدي هذا ما طلعش نفس جراني يطلع وانزل يطلع وانزل بتقلتش هذا بيموتش شباب بتجلتشش فيش جلتش إله ما هذا شو اسمه برنامج برامج الهاكر ما بعرفش برامج ايش يو احنا لحقنا نتعارف انا وياك عاليا انت ظلك تقتلني انت انت بلاي ويل طلع المكان ما بخليها أنا كلونا ندبر هسه أيوا أمم أم. خلينا ننزل تحت بما أنه هيك سيفكي حلو والله هنا قاعدين نلعب مش زي الفيديو الماضي عشر دقايق متت ست حالي نوب وين ما حاليا الله تعالوا جرانى جراندبا ام هير نديننا بزوجك بفتح حاليا ببواب. بس بجيبك بكي دير يو اول وانا بنزل ابلع عشان تتعلم تمسكني ثلاث مرات هبل مني ايه والله شايفين شو بيعمل معي؟ انظر شباب بدنا من عند الهوليكوبتر خلص تقولوا لي ختمتها ما ختمتها برضو خلص نختمها المره السابعه والتسعون هاي يا <applause> جراني اجت والله العظيم جراني اجت يا غاد هيا شو اعمل? انزل لا آه! شباب أنا كيف أعمل معك أنا شو أعمل معك ارحمني ايش اعمل معك بطخك تيجي بتضربني ملوش حل ملوش حل اه بس شدقان طلق على راسه مش كذب وديلي يا اه دقيقة شو اعمل بالدقيقة بدي اعمل ايش ولا ايش وانا عايز زوجتك. ايش؟ مضادة للطلق؟ يعني حتى لما بدي اختمها واقرب بدي اختمها، يجوا يقتلوني! يا يعني انا لقيت كل شيء! استغفر الله العظيم يا زلمه. لسه بالجزء الثاني والله لسه بالجزء الثاني. وين كانت مخططات ان من جراني كاملة؟ ابلع روح افتح السلم في واحد علق لي انت بتنسى تفتح هذا السلم معك حق الصراحة هذا فكرة كثير بسهل علي كثير معنى الكلمة هلو هاي. اذا بيجي كل اي سي يو كالعاده او قد اي كان سي انا وبنكي هذا قهر بس دوم يقهوني عايز انا من خططات صعب اللعبة اقهر صعب قناة هواز جيمنج ايش يعني يا انت يا زوجك شباب من القارب يعني محاولة من القارب أموتت محاولة من الباب أموتت وهذي الهوليكوبتر اللي لقيت الويبون كي وموت والله حرام فعلاً جراني تعمل لك جلطة حلو إيران اي ما جو؟ يلا الله الله كذا غضره شغل لي اغاني عشان انا حتى برضو الناس معهم ما اسمعش يا يا غالي وين رحت يا غالي شفتوه مشى زي الطلق هيك ور شرد وين شرد ما بنعرف فخيره اه ضاعت منها اي طلقة؟ استنى كمان واحد إبلعي نزل لك كمان طبقتين بالله عليك هسه بدنا هاي جراني حلو لينا هلينا هلينا ابلعي آه خلونا نروح عند هذاك الدرج آه نصيب جان هان شباب حنختمها 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 انها الحقيقه يا, ش... يا شباب هاوس جيمنج قناه تواصل اللعب هتختم جراني نعم ثم نعم ثم نعم وها هنا نحن آه بالقرب من آه والله ما بامن هات جن انزل اموت اخر يوم هدي يا حبيبي أل... لا ما ختمناهاش لم نختمها ظل اشي وهذا وغل... اشي انا ناسي مكانه نعم إنه البنزين بس وين البنزين ممكن يكون أعتقد عرفت مكانه سنيجي جيبه معنا يلا يلا وينهم وينها في شي شي يلا ايه اها بدنا نشوف متى بدهم يجوا الاثنين الاثنين واحد بقبلش عاطخ عرفت هلا <applause> الويل المدارس هاي الجازلين يلا يلا وينه؟ ابلع <applause> انها الحقيقة هوس جيمنج حيختمها هوس جيمنج جيب الجاز الجازولين هذا ألو ألو وينه شباب ضع هذا ال اه لا انا حطيته فوق والله ناسي والله ناسي ادي عذروني اعذروني شباب شاهد عزيزي المشاهد لحظة نهاية جراني تشابتر 2 عيدي وهسا حنحط البنزين واخر شي حنفعل المحرك واعطيني حنهرب يا زم انا لازم قلاني هي خلص خلص المشكله انا يعني بقدرش احكي انا اللي لعبك خمس ايام مين هذا لعبك خمس ايام ومخلصاش الله العظيم يا زم اخر اشي ونخرج نخرج 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 اطلع اشرد يا سلام ياس ختمنا جراني تشابتر 2 ياس اخيرا اربع ايام الله علينا اساطير يلا عطوا لايك اشتركوا في القناه آه يس اوه مش مصدق عالي طلع 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 الحزانه ادعسهم ادعسهم مش اه الله وبس هذا الفيديو تبعنا اليوم ما تستعملوا لنا لايك شير سبسكرايب خلونا نوصل هذا الفيديو اه 500 لايك وخلونا نوصل 3000 اقرب وقت ممكن احنا لا احنا 2750 يعني ما ظلش اشي وشاتوا الفيديوهات تبعوني لان بس ضل 200 ساعتين وبحقق الربح لما احقق الربح عامل اشي مجنون وبس مع السلامة